وللحديث أكثر عن مؤتمر المناخ COP27 والتغيرات المناخية ينضم إلينا الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. يعني بعد التحية، قمة تحمل شعار التنفيذ، وعود وصلت إلى 100 مليار دولار، محاولات كثيرة بالتحول إلى الأخضر، وأيضا محاولات لتقليل استخدام الوسائل الضارة للبيئة مثل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة والوقود الأحفوري. إلى أي مدى تتوقع أن تكون هذه القمة لها تأثير كبير في الحد من هذه الانبعاثات الكربونية والاستخدام للوقود الأحفوري؟ مساء الخير. الحقيقة طبعا لو صدقت النوايا والإرادة من الدول الصناعية اللي تم يعني قيل إنها طبعا حتى الآن وصلت بتعهدات إلى 100 مليار دولار، يعني كما أشار محدثي إنه يعني من الضروري إن يكون ده بيتم بالمشاركة مع الدول النامية لأن هي اللي هتتلقى هذا التمويل، ومن الضروري أن تكون هناك خطة واضحة لتنفيذ هذا التمويل لتمكين الدول النامية للحصول على هذا التمويل. لا يعني لا يكفي أن يكون هناك تعهدات بوجود تمويل، ولا يمكن الوصول إلى هذا التمويل من خلال الإجراءات البيروقراطية والشروط المعقدة التي لا تستطيع الدول النامية يعني تحقيقها. وبالتالي لابد مع هذه التعهدات، بما اننا نتحدث عن قمه التنفيذ، فلا بد ان تكون هناك استراتيجيه واضحه لاجراءات ومشروعات التخفيف وايضا التمويل اللازم لها الدول الناميه واجراءات التكيف التمويل المحدد، خطه محدده موضحه بكل انواع التمويل، ودي يتم تنسيقها بالتشاور والتنسيق مع الدول الناميه، وليس فقط ان يتم عملها بوصف الدول المتقدمه الدول الصناعيه. بهذا يمكن نقول ان هناك نقله نوعيه اذا حدث ذلك، فان التمويل الذي تم التعهد به يكون واضح وفعلا سينفذ، وفي هذه الحالة يمكن التنفيذ يمكن أن تقوم الدول النامية يعني استخدام هذا التمويل في ونقل التكنولوجيا في إجراءات التصدي لتغير المناخ من حيث التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا التخفيف من الانبعاثات أو مشاركة الجهود الدولية في التخفيف من الانبعاثات من خلال استخدام التكنولوجيات المضيفة مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات في أي مجال من المجالات، سواء مجال الصناعة أو مجال الزراعة أو أي من المجالات التنمية. فهذا مهم جدا أنه تكون خطة واضحة المعالم. طيب لنتحدث عن الخطة، في رأيك ما أهم وأبرز ويمكن أن نقول أهم الخطوات والإجراءات التي يجب أن تتخذ في القريب العاجل جدا للحد من هذه التغيرات المناخية؟ الإجراءات أول حاجة زي ما قلنا لازم تكون في استراتيجية واضحة محددة للتمويل، من يعني دول ما دولة إيه يعني حتى تقدم بتمويل كام وفي انهي مده وطريقه تنفيذ تسليم هذا التمويل واليه واضحه لتوزيع التمويل على الدول الناميه من خلال مطالب الدول الناميه واحتياجاتها، وايضا اليات متابعه هذا التمويل واليات امكانيه هذه الدول الناميه اقصد للحصول على هذا التمويل وتخفيف الاجراءات البيروقراطيه والشروط القاسيه. طيب في حال توفر التمويل للدول النامية، ما هي الخطوات التي ستتخذها هذه الدول والتي تعتبر من الدول التي هي أكثر عرضة وليست مؤثرة في التغيرات المناخية؟ في حال توفر التمويل اللازم طبعا ومعاه زي ما قلنا نقل التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات في الدول النامية،
المفروض بتكون الدول النامية عندها خطط واستراتيجيات جاهزة لاستخدام هذا التمويل، زي ما عندنا في مصر ما بنتكلم عندنا استراتيجية واضحة وما عارفين ايه اللي هنعمله وهننفذه ازاي، ولكن مطلوب التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط. لكن مع ذلك هناك ايضا من ضمن خطط التمويل اللي هو بناء القدرات والتدريب، لان هذه التكنولوجيات تحتاج ايضا لبناء قدرات الدول الناميه على استخدام هذه التكنولوجيات الحديثه، وبالتالي هي باكج على بعضها التمويل ومعها دائما نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتدريب، هي باكج على بعضها. فدي كلها مبنيه اساسا على توفير التمويل، لو في تمويل ممكن يبقى في تكنولوجيات، في تدريب، في بناء قدرات لهذه الدول، وتبدا هذه الدول طبعا هي واقفه يعني مش قاعده تستنى التمويل يجي وبعدين تفكر تعمل ايه، لا كل هذه الدول مقدمه. هل الدول الصناعيه الكبرى اللي هي الدول الغنيه مسؤوله فقط والمسؤوليه الوحيده التي تقع عليها هو التمويل؟ لا، هي عليها مسؤوليه كبرى ثانيه، الدول الصناعيه دي مسؤوله انها تخفض انبعاثات وتزود طموحاتها او طموح العالم في زياده الالتزامات عليها بخفض الانبعاثات، يعني لان هي اصلا متسببه للازمه وما زالت متقدمه، وبالتالي لازم عليها اللي هي التزامات لخفض الانبعاثات في دولها، ليس فقط التمويل ويعمل زي ما هو عايز، لا ده هو كمان عليه التزامات خفض الانبعاثات في الدول الغنيه الدول الصناعيه، يعني من خلال ايضا استخدام تكنولوجيات منخفض الانبعاثات، عمل اجراءات اكثر والتزام بخفض الانبعاثات، لان هم متسببين تاريخيا وما زالوا متسببين حتى الان، وبالتالي عليهم التزامات لخفض الانبعاثات دي منذ بدء الاتفاقيه وحتى الان، ده المطلوب منهم دلوقتي انهم يزودوا هذه الالتزامات، ده غير التمويل، التمويل ده عشان الدول الناميه، عشان يخلي الدول الناميه تساهم ايضا في وجود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، يبقى كل الدول بتشارك على مستوى العالم، الدول الصناعيه والغنيه بتقوم عليها التزامات خفض من الانبعاثات وايضا التمويل ونقل التكنولوجيا للدول الناميه عشان الدول الناميه تبقى قادره على التنميه، وفي نفس الوقت بالتكنولوجيات منخفض الانبعاثات، يبقى هي بتساهم في نفس الوقت في جهود خفض الانبعاثات، بالاضافه طبعا للجزء الاهم جدا ليها وهو التكيف مع اثار تغير المناخ، لان الدول الناميه تحتاج اكثر الى التكيف مع اثار تغير المناخ، لان هي المتضرره اكثر، وفي نفس الوقت ما عندهاش التكنولوجيات او ما عندهاش الانشطه الصناعيه والمتسببه في الانبعاثات كده، يعني افريقيا كلها على بعضها بتتسبب في 3.8 من انبعاثات العالم بالفعل. لو شلنا منهم مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا تبقى 1%، مش 3.8 بقى، هي 1% من انبعاثات العالم، بينما امريكا والصين والهند ده معديين، يعني امريكا والصين والهند في حدود 50% من انبعاثات العالم، فعشان كده هم عليهم التزامات اساسيه بخفض الانبعاثات، لكن كمان التزامات التمويل عشان مساعده الدول الناميه للتكيف مع تغير المناخ والاضرار اللي هم تسببوا فيها، وكمان تكنولوجيات تساهم في جهود خفض الانبعاثات عالميا من خلال انهم يكون عندهم تكنولوجيات للتنميه، بس التكنولوجيات طريقه البيئه منخفض الانبعاثات. إذا انتقلنا إلى محور آخر وهو محور التحول إلى الأخضر، يعني كما شاهدنا مدينة شرم الشيخ أصبحت أول مدينة في الشرق الأوسط تتحول إلى الأخضر، إلى أي مدى هذا التحول بعد أيضا قمة أو مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتحول إليه، كم هي مهمة للحد من هذه التغيرات المناخية المتوقعة؟ التحول للأخضر معناه ببساطة هو ان كل التكنولوجيات المستخدمه في التنميه سواء في الصناعه او في الطاقه او غيره كلها تكون تكنولوجيات صديقه للبيئه منخفضه في الانبعاثات الكربونيه، ده المعنى البسيط في التحول الاخضر، وكمان معناها كل السياسات والخاصه والخطط كلها تبقى خضراء، بمعنى انها بدات تهدف الى استخدام تكنولوجيات منخفضه في الانبعاثات الكربونيه. وبالتالي ده مهم جدا، واحنا عندنا يعني مدن اخرى زائد يعني بتتحول للاخضر، وبدات التركيز على مدينه شرم الشيخ عشان هتستضيف المؤتمر، وبالتالي بقت فعلا هي
يعني مدينه يمكن ان تسمى مدينه خضراء، استخدام الطاقه الشمسيه والتكنولوجيات منخفضه الانبعاثات هنا بالنسبه للمخلفات، عمليات تدوين المخلفات، هي اجراءات كثيره هنا، التشجير وزياده معدلات التشجير، كل هذه الاجراءات هي بتساعد على التحول للاخضر. بالفعل الاقتصاد الأخضر سيكون أكبر وأهم وسيلة إلى التحول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الكوكب. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.